صباح الخير، صباح النور، صباح اسطنبول. اليوم فرح السوق هنا يا في اسطنبول. صباح الخير يا هذا، كنعصروا اخر نهار قبل ما نطلقوا في العشيه. المهم الطياره عندي في 12 الليل، ولكن المهم راه كتعرف العشيه خصك توجد. المهم انا واحد الدويره هنا نشوف شنو عنده من هنايا. سوق شعبي، المهم شوفوا الشعب كيفاش عامل. ساندويش شنو شي سبادرينا الدراري. سبادرينا موجودين هنا، ما كنت كتعرفوا راه بحال فاكيا وسهل. اخوان احنا باقيين في السوق، سوق كبير ما شاء الله تبارك الله. تقضيت شي حاجه ما عندي غير الصاك. الأثمنة كتبقى أحسن من المغرب صراحة، الأثمنة أحسن من المغرب، لكن مع التفوق على الدول الآسيا، دول الآسيا الأثمنة مناسبة جدا. شنو هنا السلعة موجودة بزاف، السلعة موجودة ومتنوعة، اللي بغات تنوع السلعة كاينة هنا كثار من آسيا. شنو الأثمنة مع التفوق على آسيا. انا الاخوان الرغايف معمرين بالجبن وسبيناك سبينش والعيران. الله بسم الله. الاخوان خارجين من المطار، قادت الرحلة. الليل تبارك الله زحمة. اليوم عندهم اليوم الوطني في تركيا، يوم الجمهورية، يعني الأمور عامرة شوية ومزحمة. أي ما كاملة كانت مزحمة على هذا السبب هذا، هانتوما الزحمة. المهم نشوفوا دابا الحافلة اللي عدينا المطار إن شاء الله، وطريق السلامة لجميع المسافرين. احنا الاخوان وصلنا للمطار صبيحة، في المطار دابا راه وصلنا بشق الانفس. والله واحد الزحمة ساعد ما كانوا احنا حاصلين غير في التقسيم. اش غنقول لكم، والله الا روين. وصلنا هنا تشوفنا النجوم. المهم نعملوا واحد ملخص صغير ديال الرحله. دابا حنا راجعين وصلنا من الوقت هو داك، دابا شويه غادي يبداو يبورد، نتسناو يعطيونا الرقم ديال البوابه، غيكونوا عطاو الرقم ديال البوابه. المهم الرحلة نعملو ملخص صغير، كنت باغي نعطي ملخص كبير، كنت باغي نجي هنايا بكري ونعملو واحد ملخص ديطاي على هادشي هذا، ولكن نتوما كتشوفو شنو وقع. عندهم العيد الوطني و كيحتفلو به، كيمشيو لساحة التقسيم، كيمشيو للميادين وهادشي، وكلشي مبلوكي هاد النهار هذا. المهم إذا كنتو عاد تجيو من تركيا ردو بالكم، من 29 أكتوبر يوم تأسيس الجمهورية، فشوية صعيبة.
ردوا البال ترانسبور كيكون بلوكاج. المهم الرحله تنتهي هنا ان شاء الله مع الوصول لطنجه. الرحله بدات 28 في شهر 9، قول شهر 29، غنوصلو نهار 30. اصلا قال لهم 12 في مور 12 الليل، يعني نهار 30، قول شهر ويومين هكذاك. دورنا على 5 دول، سارينا في جول قارات، مشينا لجزر، مشينا بزاف الاماكن. صراحه استفدنا بزاف ديال الامور، تعلمناها، يعني شفنا ثقافات، شفنا كيفاش كيتعاملوا الناس، كيفاش كيتعاملوا الناس في اسيا، كيفاش كيتعاملوا الناس هنا في تركيا، اوروبا. المهم تعلمنا بزاف د الحاجات، وراكم كنتوا معايا في الرحله، وان شاء الله ان شاء الله باقي رحلات اخرى. خلاص يقول لكم امتى كاين واحد الرحله اللي بغى يمشي، ماشي مؤكده 100%، ولكن المهم كنخططوا. صافي كاين واحد الرحله في شهر 2 اللي بغى ينضم للركب، مرحبا، اتصل بيا في شهر 2، غادي تكون ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الديار المقدسه. اللي بغى يعمل شي عمره مرحبا به. العمره حتى هي تجربه رائعه، اللي باقي ما خدش التجربه هذه خصو يخوضها. اعتمروا قبل ان لا تعتمروا. المهم باقي ان شاء الله رحلات اخرين من الفلوجات اللي عندي انا في القناه، اغلبيه هما ديال الرحلات، والقناه ما فيهاش غير الرحلات، فيها الامور اخرى، فيديوهات اخرى هادوك غنستمروا فيهم ان شاء الله. ملي يكونوا الرحلات راه يكونوا الفلوجات باذن الله تعالى. المهم تستنانا شي 3 ساعات ديال الطيران. هاد الطيران راه عامل لي الدوخه. شحال مشيت بالطياره دابا؟ خيل هادي الطياره رقم 11 ولا. اما ما طارت حدث ولا حرج. المهم الله يسقم الصبار اللي كيسافروا كل نهار، والله الا الدوخه في الراس الدوخه. المهم يلا نمشيو دابا نباركيو ونشوفكم في النزول ان شاء الله. يلا خليكم معنا. الحمد لله وصلنا المطار طنجة، هو والبطوطة مع السريدة. الله يسلمك، مسكين جا جبناه في الأربعاء د الليل. عملوا له شي لايك، عملوا له شي لايك مسكين. يحفظ لك أخي سعيد. كنشكره بزاف، كنشكره المشاهدين. وإن شاء الله باقي نشوفكم في فيديوهات مقبلة إن شاء الله. خليكم معنا. يلا باي.